التعلم في الصغر خيرا بكثير من التعلم في الكبر، وفي كل خير، لكن التعلم في الصغر فيه فائدتان عظيمتان. الفائدة الأولى أن الشاب في الغالب أسرع حفظا من الكبير، لأن الشاب فارغ البال ليس عنده مشاكل توجب انشغاله. وثانيا أن ما يحفظه الشاب يبقى وما يحفظه الكبير ينسى. ولهذا كان من الحكمة الشائعة بين الناس أن العلم في الصغر كالنقش في الحجر لا يزول. وفيه فائدة ثالثة، وهي أن الشاب إذا ثقف العلم من أول الأمر صار العلم كالسجية له والطبيعة له، وصار كأنه غريزة قد شب عليه فيشيب عليه.